بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من جديد يسعدنا أن نلتقي بكم عفوا في درس آخر دائما عن بعد عبر صفحتنا الفيسبوكية. درس اليوم إن شاء الله سنخصصه لتلاميذ القسم الثالث والقسم الرابع. جاءتنا طلبات كثيرة بخصوص أن نخصص دروسا لفائدة هذه الفئة من التلاميذ. إذن درس اليوم كما قلت لكم سيكون إن شاء الله يخص تلاميذ القسم الثالث والرابع، لذلك سأشرك معي ابني سي محمد تلميذ بالقسم الثالث ابتدائي، وإن شاء الله سينجز في نهاية الحصة تمرينا يتعلق بهذا الدرس. إذن كما قلت لكم نشكر الجميع على تقاسمهم لهذا لدروسنا وتشجيعاتهم لنا. كما دأبنا قبل كل حصة نقدم بعض النصائح لمتتبعينا، كما قلت لكم النصيحة التي أقدمها اليوم وهي أن نتضامن فيما بيننا ونساعد الجميع ويساعد كل منا الآخر. إذن كما أطلب من الأولياء آباء وأمهات أن يساعدوا أبنائهم في هذه الفترة الحرجة والاستثنائية، كما أغتنم الفرصة أن دائما أطلب منكم أن ندعو جميعا الله سبحانه وتعالى بأن يرفع عنا هذا البلاء في أقرب وقت إن شاء الله، ويعود تلامذتنا إلى أقسامهم. كي لا أطيل، كما قلت لكم إن شاء الله هذا الدرس يخص درس في التراكيب نصب المضارع اللامكي. هذا الدرس موجود في تلامذة القسم الثالث والرابع، وله امتداد إلى أقسام القسم الخامس والسادس. اليوم إن شاء الله سنخص درس يهم الثالث والرابع، وعلى أمل أن نخصص درسا آخر لتلاميذ القسم الخامس والسادس في الأسابيع القادمة. سي محمد كتب بينما كنت أنا في أقدم هذا في هذا المقطع هذا التقديم هنا، كتب أن هذه الجملة اشتقت إلى مدرستي وأصدقائي ومعلماتي. جميع أطفالنا مشتاقين إلى أصدقائهم ومعلماتهم بهذه المناسبة. أشكر جميع الأساتذة على تواصلهم الدائم، كل بطريقته الخاصة عن بعد مع تلاميذته. إذن الأساتذة أبانوا عن وطنيتهم وغيرتهم وأنهم متضامنون ويجدون رغم الإكراهات، فهم يجدون لكي يساعدوا الأطفال ديالنا. شكرا لكم. إذن كي لا أطيل نبدأ ونشرب إن شاء الله في درسنا اليوم. إذن تبع معايا، جبتني هذه الجملة ما سخيتش نمسحها سي محمد. إذن تبع معايا، ستشاركنا أيضا في هذا الدرس الابنة ديالي آية إن شاء الله. إذن نصب المضارع، ركزوا معايا، حاولوا ما أمكن تكونوا عمليين وتدونوا على الكراسة تاعكم، لأن الآباء يوقفون على وليداتهم. لأن الأبناء راهم ميالين للعب والتركيز ديالهم مشتت. دوسوا مع هذه الحصة الله يرحم الوالدين، وأدعوكم إلى تقاسم هذا الفيديو
هذا الدرس لتعم الفائدة، تقسموه فالدال على الخير كفاية. وشكرا لكم. إذن الفعل المضارع، الفعل في اللغة العربية فعل ماض، فعل ماض ومضارع، مضارع، فعل مضارع، مضارع وأمر. ما يخصنا في هذا الدرس الفعل المضارع. الفعل الماض، ماذا نعني بالفعل الماض؟ الفعل الماض هو الذي حدث في الماضي، والفعل المضارع هو الذي حدث في الحاضر أو المستقبل. تبع معي، أعطي مثال. الفعل مثلا، أعطي الفعل مثلا، عفوا، دائما أستعمل أفعالا بسيطة ليسهل استيعاب الدرس. الفعل دائما مع الفعل كذب، كذب فهو فعل ماض يدل على أن الفعل كان في الماضي، كذب. إذا أردنا أن نحول الفعل من الماضي إلى المضارع نضيف إليه حروف المضارع، حروف المضارع. وحروف المضارع تبع معنا للهمزة أو النون أو الياء أو التاء. كتب، واحد معايا، أكل، أكل، أكتب، أكتب، نكب، نكتب، دائما نكتب، نكتب، يا، يا، دائما أكتب، أكتب، نكتب، يكتب، يكتب، و ت تكتب، تكتب. إذن حروف المضارعة هي الهمزة، هي النون، هي الياء، وهي التاء. نجمعها في جميع حروف المضارعة في كلمة واحدة كي يسهل تذكرها. حروف المضارعة أ، نا، ي، تو، أ، نا، تو. هذه هي حروف المضارعة. إذن أي فعل مسبوق بهمزة أو نون أو ياء أو تاء هو فعل مضارع، يدل على أن الفعل وقع في الحاضر أو المستقبل. كذب في الماضي، أي أن الفعل وقع في الماضي. أما أكتب الآن أو نكتب أو يكتب أو تكتب فهو فعل مضارع مسبوق بالهمزة أو النون أو الياء أو التاء. هذا لكي يسهل علينا التمييز ما بين الفعل الماضي والمضارع. إذا درس اليوم هو الفعل المضارع. الفعل المضارع في الأصل يأتي مرفوعا، وماذا نعني بالمرفوع؟ أي الضمة في آخره. لكن هذا هو الدرس ديالنا ديال اليوم. لكن إذا قلنا الأصل في الفعل المضارع الرفع، أي الضمة في آخره، لكن إذا دخلت عليه حروف النصب، ركز معايا سمعني برضه، إذا دخلت على الفعل المضارع حروف النصب وهي أن، غادي نستعمل المصدر باش يبان، أن، أن، لن، وكي، كي. إذا دخلت على الفعل المضارع كيف على الفعل المضارع نصبته. ما معنى نصب؟ نقول أن أكتب، لاحظ، أن أكتب،
أن أكتب كيستان آخر بالماء. لاحظ جيد، أن حرف نصب، حرف نصب، حرف نصب. دائما إذا سبقت حروف النصب أن ولن وكي الفعل المضارع نصبته، ونقول فعل، فعل مضارع منصوب، منصوب، منصوب. الأصل في الفعل المضارع الرفع، لكن إذا سبقته أن، لن، وكي نصبت، دائما نصبت. إذن دائما الطفل ديالنا التلميذ خصو يركز مزيان، الفعل المضارع في الأصل هو مرفوع، لكن إن كان الفعل المضارع مسبوقا بأن أو لن أو كي يجب نصب الفعل المضارع، ونقول أن أكتب، لن يكتب، أو كي يكتب، أو كي تكتب، أو كي أكتب. إذن دائما الفعل المضارع إذا كان مسبوقا بحرف من حروف النصب والتي هي أن ولن وكي وكي، نعم، يجب أن ننصب الفعل المضارع. إذن حتى هنا هذا الجزء هو مخصص للقسم الثالث، الثالث أو القسم الثالث مطلوب منه أن يتعرف على حروف النصب وهي أن ولن وكي، وأن الفعل المضارع إذا دخلت عليه أن ولن وكي يجب أن ننصب النصب. إذن يكون من أثر الأطفال ديالنا القسم الثالث والرابع بجوج باش يكتبوا لنا هذا الملخص هذا، ويتذكروا على أن حروف المضارعة هي الهمزة والنون والياء والتاء. إذا أي فعل مسبوق بالهمزة والنون والياء والتاء يجب هو فعل مضارع، والفعل المضارع مرفوع. إذا سبق الفعل المضارع أن أو لن أو كي يجب أن ننصب الفعل المضارع، نقول فعل مضارع منصوب. إذا الأطفال ديالنا كلهم نطلب الأولياء إن شاء الله أنهم يساعدوا الأطفال ديالهم، وكما نقولوا يوقفوا على الأطفال ديالهم كي يكتبوا هذا الملخص بإذن الله. إذن حاول ما أمكن نسرع لكي لا أطيل عليكم. كما قلت لكم دائما الذي لم يستطع من الأطفال أن يواكبنا ويسيرنا يمكن له أن يرجع فيما بعد على صفحتنا فيسبوك أو يوتيوب ويراجع هذا الدرس على قدر استطاعته وبشوية كما نقول. إذا أطلب من الإخوان أنهم يتقاسموا هذا الفيديو لتعم الفائدة فهو كله خير، ولا نريد منه إلا لا ربحا ولا مالا، ولكن أن نوصل المعلومة في هذا الدفية الاستثنائية كي تعم الفائدة لجميع أطفال في العالم أجمع. تقسموه يرحمكم الله. إذن الآن هذه نعطي أمثلة بسيطة جدا، نعطي أمثلة على فعل مضارع، نعطي أمثلة فعل مضارع. إذن مثلا لاحظوا معايا الفعل المضارع دائما يخرج، الفعل المضارع دائما الأصل ديالو مرفوع، إذا أخذنا عليه أن بمعنى أن يخرج. إذن الفرق ما بين يخرج فعل مضارع مرفوع بالضمة، عندما أدخلنا عليه أن أصبح الفعل المضارع منصوب بالفتحة، بالفتحة هكذا. نعم عفوا، وهنا كانت الضمة. أي فعل في المضارع يكتب، يكتب، يساعد، يساعد، يحتاج، يحتاج، لن يحتاج، ولكن دائما خصكم تسبق به
حفظ يا إما أن يا إما لم يا إما كن. كن نعم. إذن الفعل المضارع في الأصل مرفوع، لكن إذا دخلت عليه حروف النصب أن ولم وكن يجب أن ننصبه. إذن نقدم شوية إن شاء الله. معايا الآن هذه الجمل، عندنا جمل تبع معايا تبع معايا القسم الرابع على الخصوص. هذه نعطي جمل يحب جملة دائمة فعلية، يحب أن بمعنى أن حرف النصب أن يكتب لماذا؟ لأن الفعل يكتب كمسبوق بماذا؟ مسبوق بأن. يحب أن يكتب لك مثلا، لا لك. نعطيك جملة أخرى، يريد بمعنى يريد أن يركب لماذا؟ لأن الفعل المضارع مسبوق بأن، يريد أن يركب على الدراجة. تبع معنا. الآن ماذا سنفعل؟ سنحاول أن نحول هذه الجملة إلى جملة مؤولة. جملة مؤولة، ماذا نعني بجملة مؤولة؟ نعني بهذه الجملة المؤولة الجملة المؤولة من أن والفعل، الجملة المؤولة من أن والفعل، أي أن نؤول أن والفعل الذي بعدها إلى مصدر، إلى كلمة واحدة. طيب تحدوا معي في المثال، يحب دائما يحب هذه الحرف، هذه أن يكتب الحرف والفعل ما بعد حرف النصب الفعل المضارع إلى مصدر. شو هو المصدر؟ المصدر فهو اسم غير مقترن بزمان. المصدر فهو اسم غير مقترن. أعطي مثال، كنقول كتب، أي أن فعل الكتابة وقع في الماضي. كنقول يكتب، أي أن فعل الكتابة وقع في الحاضر. إذا تبعها، أما المصدر ديال فعل كتب فهو من الكتابة، وعندما أقول الكتابة فهي اسم المسبوق بأل، أو كتابة، كتابة أو الكتابة، فهو اسم، والاسم أو المصدر غير مقترن بزمان، غير مقترن بزمان، لا يدل على الزمن الماضي أو المضارع أو المستقبل. فنحن نتكلم هنا عن اسم غير متعلق بزمن. إذن سنحاول أن نؤول الفعل المضارع المسبوق بحرف النصب إلى مصدر، ونكتب ونؤوله إلى مصدر. تبع معي، يحب، نعم، يحب الكتابة. حسنا، يحب هو الكتابة، يحب الكتابة. لا إذا معايا، نقول أن هذه الجملة يحب الكتابة لك فهي جملة مؤولة، جملة مؤولة، لأننا عوضنا أن والفعل بمصدرين، بمصدر وقلنا يحب أن يكتب لك، رجعتنا يحب الكتابة لك. تبع معايا مثال ثاني،
يريد أن يركب. إذن أن والفعل المضارع هذا رجعوها إلى مصدر. يريد دائما يريد ماذا؟ نعم الركوبة أو ركوبة حسب جدا ركوبة ماذا؟ أو الركوبة عفوا نعم. إذا يريد الركوبة على الدراجة. لاحظوا معي على حرف الجر. إذا ما بعد حرف الجر اسم مجرور بكسر الظاهرة تعالى آخر. إذا يريد أن يركب. لاحظوا الفرق. رجعناها اسم اللي هو مصدر. هذا مصدر المصدر. هذا مصدر. إذا الحرف مع الفعل المضارع أولناه إلى مصدر كلمة واحدة وهي الاسم ومصدر. يريد الركوب على الدراجة. وقلنا المصدر ماذا؟ أثر المصدر هو اسم غير مقترن بزمان. إذن وسمى هذه الجملة فهي جملة مؤولة من أن والفعل. جملة مؤولة. إذن يحب أن يكتب لك. يحب الكتابة لك. يريد أن يركب الدراجة. يريد الركوب على الدراجة. إذن هذه الأمثلة نعم تحويل ديال الأن والفعل إلى ماذا؟ إلى المصدر. والمصدر بكلمة واحدة هو المصدر وهو اسم. غادي نعطي أمثلة أخرى أو نمشي مباشرة نعطي أمثلة قدام معنا حول ما أمكن نخليكم واحد الفرصة ديال الكتابة. حاولوا تبنوا هذا النماذج هذا لتسهل المراجعة. إذا تبع معنا نعطي أمثلة. نتمنى الأطفال ديالنا أنهم يكونوا يركزوا معنا شوية والأباء يعاونونا لأن التعليم عن بعد ليس بالشيء الهين. فالصعوبة في تلقين الدروس عن بعد فهي صعوبة مضاعفة مضاعفة أضعاف وأضعاف. لذلك لا بد من التعاون ما بين الأسرة والأستاذ سواء كانت بهذه الطريقة عن طريق الفيسبوك أو عن طريق المجموعات في الواتساب. لا بد من الآباء بأن يصاحب أبنائهم ويقفوا على أعمال أبنائهم. يجب على الأطفال أن ينجزوا التمارين وأن يراجعوا دروسهم وأن يدونوا الدروس وكأنهم في القسم وكأنهم يحضرون الدروس. لنتعود جميعا أننا في على هذه الوضعية. نتعود على أننا نتكيف مع هذه الوضعية الاستثنائية. لنتمنى إن شاء الله أنها تمحى بسرعة ونرجع الحياة العادية ديالنا. إذا نعطي أمثلة تبع معنا مزيان. نتمنى الأطفال ديالنا أنهم يكونوا في المشكلة. يمكن اللي ما فهمش يرجع بشوية بشوية وغادي هذا التمرين بسطناه. كنا عنده امتداد بالنسبة للمستوى الخامس والسادس لكن إن شاء الله حسب الأسبوع الأسابيع القادمة إن شاء الله شوية ننطلقوا بهالنماذج ولكن نزيد عليهم حالات أخرى أكثر تعقيد أكثر تعقيدا. إذا تبع معايا غادي نعطي أمثلة بسرعة. مثلا كي حرف النصب كي زائد الفعل المضارع أزورو. إذن تساوي دائما
نقصه في فعل مضارع هو الرفع، لكن عندما تدخل او يدخل حرف النصب على الفعل المضارع ازور يزور من الفعل زار في الماضي، اذا فهو فعل مضارع. كي دائما ازور، اي نعم كي زائد ازور الفعل، او كي نعم تساوي هكا كي ازور ازور نصبناها كي كنصبها. لماذا عندنا هنايا حرف النصب؟ يمكننا تأويل هذا أن نؤول الحرف زائد الفعل المضارع الذي يليه بمصدر نقول زيارة، زيارة، فهو المصدر زيارة أو زيارة حسب الموقع ديالو من الجملة. أن يلعب مثلا، أن يلعب، أن فعل يلعب، يلعب يلعب نعم تعطينا تعطينا أن يلعب، أن يلعب. نقدروا هذا نديرها في جملة، نعم بصيغة دائما يود يود أن يلعب، أن يلعب في الخارج أو في الشارع أو في الساحة أو في الحديقة، في الحديقة. قلنا دائما ما بعد حرف الجر فهو اسم مجرور، إذن يود أن يلعب في الحديقة. أن حرف نصب ويلعب فعل مضارع منصوب، منصوب. إذا غادي نديرو الجملة الأولى، الجملة الأولى يود ماذا؟ يود، نحولها الأن والفعل المضارع إلى كلمة واحدة إلى مصدر، يود اللعب، يود اللعب، اللعب في الحديقة، في الحديقة. إذا هذا هو مصدر اللعب، فعل لعب مصدره من اللعب، واللعب غير مقترن بزمان، غير مقترن. إذا نقول أن هذه الجملة يود اللعب هي جملة مؤولة من أن والفعل، والفعل. إذا طلب الأطفال ديالنا أنهم يدونوا هذه الأمثلة هذه باش يرجعوا لها عند الحاجة. نمشيو مباشرة الآن، نمشيو مباشرة في بعض التمارين التطبيقية إن شاء الله، بعض التمارين التطبيقية. إذا نمشيو مباشرة بعض التمارين التطبيقية. إذا دائما حروف النصب أن ولن وكي بالنسبة للقسم الثالث والرابع، دائما الثالث والرابع. لماذا؟ لأن هناك حروف نصب أخرى، نخليوها حتى المستويات العليا الخامس والسادس، وحالة أكثر تعقيدا كما قلت لك في الأسبوع، في الأسابيع المقبلة إن شاء الله سنخصص درسا خاصا بالقسم الخامس والسادس. إذا غادي نجي مباشرة للتمرين التطبيقي كما قلت لكم، دائما نقول لكم اللي ما قدرش يواكبنا ويسيرنا يمكن له يرجع من بعد نهاية الحصة. إذا معايا غادي نعطي جوج تمارين، واحد التمرين خاص بالقسم الثالث، واحد التمرين خاص بالقسم الرابع، واللي يقدر الثالث ينجزهم جوج ينجزهم جوج، ما كان حتى مشكل، اللي يقدر يسيرنا وينجزهم جوج ينجزهم جوج. عندنا التمرين الأول وشكون الجمل التالية فقط، السؤال الأول تبع معايا وشكون وشكون الجملة الجملة التالية التالية تبع معايا
وشكون اللي جمع لها التالي. اذا الطرف ديالي اللي خصني نتا ما غاديش نطلبهم نطلبوا عفوا بالاعراب، وانما فقط بان يتعرف على حروف النصب، وان ما بعد حرف النصب اي الفعل المضارع كيف ياتي الفعل المضارع، ياتي منصوبا. نبدا بسي محمد ان شاء الله. احب معايا احب حاولوا الاطفال ديالنا حتى هما يمشيو التمرين هذا. نساعدوا شويه. الجمله الثانيه يسرني يسرني دائما ان المستوى الثالث شنو نطلب منه في هذا السؤال؟ انه يشكلنا هذه ويشكلنا الفعل المضارع فقط. احب راه مشغوله، شكلنا هذا الحرف هذا، وشكلنا ما بعد حرف النص فقط. الفعل او الجمله الثانيه يسرني، شكلنا هذا الجمله عفوا حرف النص، وما بعد الحرف النص اللي هو المضارع ومضارع فقط. اذا نتمنى الاطفال ديالنا يكتبوا قبل ان سمحوا نصبر واحد الدقيقه، ان الاطفال ديالنا نعطيهم واحد الوقت باش يكتبوا لنا هذا التمرين هذا. اذا هذا التمرين هذا نجزو حتى القسم الرابع ما كاين حتى مشكل، ليساعدهم فيما بعد في التمرن والتدرب على شكل الجمل والنصوص في ماده الشكل. اذا سي محمد قرا لنا جملة سي محمد حسيت بصوت مرتفع. أحب أن ألعب معك. حسن جدا، إذا شكلها نعم. حسن جدا معك. إذا هنا هذا فعل مضارع شنو درت؟ حسن جدا. الفتحة لماذا؟ مسبوق بماذا؟ بأن وهو حرف هنا حرف نعم. الجملة الثانية اقراها لنا. يسرني أن تخرج معي. حسن جدا، يسرني أن تخرج حسن جدا تخرج معي. إذا الفعل المضارع في الأصل مرفوع، لكن هنا سبقته أن، إذا الفعل المضارع يأتي منصوبا، يأتي منصوبا لأنه مسبوق بأن. إذا نفس السؤال نفس الأمثلة، غادي نطلبوا تلاميذ القسم الرابع بماذا؟ بأن يحولوا أن والفعل إلى مصدر. إذا نطلبهم أنهم خليهم شوية نفس الجمل حاولنا نفس الجمل يرجعوا لنا جملة مؤولة. إذا هذه الجملة هذه يرجعوا لنا جملة مؤولة من أن والفعل، أي أن هذا أن والفعل رجعوا لنا كلمة واحدة اللي هي المصدر. نعاود الجملة هي الجملة الثانية اللي عندك يسرني دائما أن أخرج دائما بفعل مضارع أخرج معك. تبدا معايا؟ إذا دائما المطلوب هو أن هذه الجملة ترجعها جملة مؤولة. ماذا يعني؟ أن والفعل، أن والفعل تردها مصدر. إذا نعطيكم واحد جوج دقائق
جوج دقائق. إذن دائما اللي يتحول هو أن والفعل، أن والفعل، رجعوا مصدر فقط. هذه الجملة اسمها الجملة المؤولة من أن والفعل، الجملة المؤولة من أن والفعل. هذا التمرين هذا نستعملوا إن شاء الله تعاوننا فيه، تساعدنا فيه آية إن شاء الله. إذن نعاونكم باش ما نطولوش، أحبوا يسرني نعم يسرني إذن آية تفضلي بسم الله. إذا قلنا الجملة الأولى أحب أن ألعب معك، أحب عفوا أحب أن ألعب معك، رجعينا هذه الجملة إلى جملة مؤولة من أن والفعل. أحب اللعب معك. حسن جدا، أحب أن ألعب، كتبي كتبها شوية. غادي نغير السيدة نعمة جدا. حسن جدا، اللعب، أحب اللعب معك حسن. يسرني أن أخرج، يسرني الخروج معك. حسن جدا. نعم، يسرني الخروج معك. إذا رجعنا، شكرا. إذا أن والفعل رجعتنا كلمة واحدة اللي هي مصدر، أحب اللعب معك، يسرني أن أخرج معك، يسرني الخروج معك. إذا غادي نحاول نكتبها بالأسود باش تبان لنا المتتبعين ديالنا، نعاودها. أحب، نعم، أحب اللعب معك، يسرني الخروج معك. نعم، إذا هي هذه كما قلنا أن والفعل، ترجع لنا مصدر يسرني أن ألعب أو أحب أن ألعب معك، أحب اللعب معك، يسرني أن أخرج معك، يسرني الخروج معك. إذا كما قلنا نتمنى إن شاء الله هذا الدرس هذا يكون استفدوا التلاميذ ديالنا الثالث والرابع، طلبات كثيرة من أو انشغالات كبيرة ديال الآباء والأولياء الثالث ديالهم، لذلك إن شاء الله كل مرة غنديرو قسم الثالث والرابع، إن شاء الله الخامس والسادس، ونحاولو نديرو كلشي يستافدو وحنا مستمرين، لذلك تقاسموا معنا هذا الفيديو، إن شاء الله فيه كما قلت لكم فيه خير كثير لتعم الفائدة. إذا كان هذا هو درس في التراكيب للمستوى الثالث والرابع، نصب المضارع. أن ولن وكي، علاش اختصرنا على أن ولن وكي؟ هك أن ولن وكي هي مخصصة للقسم الثالث والرابع فقط، خامس والسادس أن لن إذن كي ولا التعليل ولا الجحود وحتى و، إذا غادي نشوفوها في أسابيع إن شاء الله مقبلة. نتمنى الأطفال ديالنا أنهم يكونوا فهموا الدرس، اللي ما فهموش مزيان يمكن له يرجعوا من بعد على القناة تاع اليوتيوب أو على الصفحة ديالنا على الفيسبوك، اللي هو مطلب من الآباء أنهم يوقفوا مع وليداتهم في هذه الأيام العصيبة إن شاء الله. وأضرب لكم موعدا غدا إن شاء الله على نفس التوقيت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.